أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما وتوكل على الحي وسبح بحمده وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وكفى بذنوب عبادي خبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا.
قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى وتوكل على الحي الذي وسبح بحمده وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا خبيرا الذي خلق السماوات
ستة أيام خبيرا خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا الرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا تبارك
وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا.
وكان الله غفورا رحيما. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا صدق الله العظيم. عليك يا أخي عليك عليك عليك. إياما خلقت عيسى بدون أب وحفظت مريم من القذف والسب وجعلت سليمان يكلم من يأكل الحب وأحببت الحبيب محمد حبا ما بعده حب. ارض عنا يا ربنا أنا وكل من قال يا رب. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة الطيبة المباركة تلاها عليكم فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرف القارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي فخر خصول الضيافة المتحركة بمحافظة دمياط فراشة عم الحاج السيد الأسود كهرباء أضواء أضاءت سماء دمياط أولاد الحاج فاروق العشري
خدمة فندقية ممتازة. الحاج مجدي ربيع ستنقل هذه الليلة عبر الانترنت ومواقع اليوتيوب عبر موقع مصور مصر الاول محمود الفار. باسم العائلة الكريمة اتوجه بخالص الشكر لكل من تقدم بالعزاء، وكان سعيكم مشكورا، ودائما وابدا البقاء لله وحده.